ملابسنا أو المستلزمات الطبية والمستلزمات السلامة الصحية بدأت تستنفذ من مخازننا. واليوم اللي فاجأنا للأسف عند ذهابنا إلى المخازن نستلم حصتنا الأسبوعية أبلغونا بأن تم إيقاف جميع تجهيز ردهات الانتقالية بالمواد الموجودة بالمخازن كون فيها مشكلة معينة. احنا ما أن ذنب بالمشكلة، احنا ناس بتماس مباشر مع الأمراض، المرضى المصابين والإصابات مؤكدة، فيجب تجهيز المستلزمات السلامة المهنية اللي تحفظ ملاكاتنا وكوادرنا الطبية والصحية والتمريضية من أجل الاستمرار بمعالجة والتواجد المستمر في ردهات العزل. انقذونا، في نهاية هذا الأسبوع ستحل فينا مشكلة وتنفذ كافة المستلزمات. الكمامات رصيدنا قليل ما يمشينا يومين بعد، والملابس أيضا ما تمشينا يومين، الملابس الواقية والنظارات والكفوف أيضا، بالإضافة إلى المعقمات احتمال نهاية هذا الأسبوع أستنفذ كافة موادي من المعقمات. الرجاء الالتفاتة إلى هذه مناشدتنا وأخذها بعين الاعتبار. الموضوع مهم جدا وما نتحمل المسؤولية، وأنا من خلال هذا الفيديو أحمل المسؤولية لكافة أبناء المحافظة من الناشطين ومن المسؤولين ومن الشرفاء أن ينقذونا ويشوفونا صورة حل.